بالخمسينات لما كان لبنان ينبض عز وكانت بيروت بعصر الذهبي كل حياة، كان هالشاب اللبناني الطموح عم يخطط من هو وصغير ويحلم بمستقبل زاهر، وكانت موهبته عم تبرز خطوة خطوة وتلفت أنظار عشاق الموضة. بدأ إلي ورد مشواره مع الموضة بعمر يافع جداً عند خياط معروف ببيروت، وعلى إيده تعلم كيف يقيس ويقسم ويفصل ويخيط. وبعمر 16 سنة قرر إلي ورد يقوم بخطوة جريئة ويفتتح معمل خياطة خاص فيه. هالأتوليه يلي احتضن دقة إبرته وخيطه وعمله الدؤوب، هالمشغل يلي صب فيه كل طاقته بمجال تصميم الأزياء، ويلي بفضله خلق إلي ورد انطباع مهم بساحة الموضة اللبنانية. هيدا الشاب اللي عم تشوفوه هو بيي الوالد إلي ورد. فساتين السهرات والتايورات يلي كانت من تصميم إلي ورد أصبحت بهيداك الوقت جزء لا يتجزأ من خزاين سيدات المجتمع اللبناني الراقي، وانتشرت أصداء بسرعة حتى بين النساء الأجانب. وكان إلي ورد يستقبل زبوناته حامل بإيده القلم والورقة ليترجم أفكارهم بالرسم ويزيد عليها من لمسته الخاصة من خلال تفاصيل كانت هي تعمل كل الفرق. فتحت عيوني من أنا وصغير مع الوالد قاعد على مكانة الخياطة عم بيخيط بإيده، عم بيعمل كلابة، عم بقص، عم بفصل، عم نلملم بالبيبيس، عم ندس قماش، عم نلفهم. يعني كان عالم كتير حلو، ناس حلوة تفوت وتطلع، تقيس موسيقى عربية، جو كان كتير بيخلي الواحد يحلم. كبر توني بأحضان الموضة مع بيو، ولما صار شاب قرر يتحدى حاله ويحقق حلمه الكبير. وعلى الرغم من عدم رغبة والده بأنه ابنه يخوض غمار الموضة، قرر توني يسافر على باريس ويعيش تجربته الخاصة بمجال تصميم الأزياء. كان بده ينا أعمل شي تاني، وأنا كنت متوجه صوب الطب، عملت حالي ورحت على باريس، ما بعرف حدا، ما بعرف شي، بدي أقلع من هونيك. يعني رحت، أنا تركت البيت بمضض، هو مش موافق أني أنا ما حكمل دراستي لح روح صوب الموضة، ما كان مبسوط. بفرنسا من أجل تغطية نفقات دراسته ثابر توني على العمل بدور أزياء عالمية مثل لانفان، ديار، وكان له تجربة عمل إلى جانب كارل لاغرفيلد بدار كلوي للأزياء وجان فرانكو فري بدار كريستيان ديار. يعني هالخبرة اللي عشتها بباريس مع هالمصممين بهدور الأزياء كانت خبرة انتريسانت. تكنيك الخياطة تبع اللوت كوتور هي تكنيك واحدة، هاي تكنيك جبتها معي على بيروت. طريقة تحضير الكوليكسيونات، كل واحد اتجاهه، يلي جاي من عالم الجلد، يلي جاي من عالم الفلو، يلي جاي من عالم التيار، ستريس اللي كنا نعيشه تحت الشوز. كمصمم بيشتغل معهم بيحكي عربي، كان عندي تعامل كتير مع الزبائن الخليجية، وهالشي علمني كتير. وفي لحظة حسيت انه صرت مستعد اني بلش مغامرة جديدة وافتح البراند تبعيتي. بعد 7 سنوات تمم توني دراسته بمدرسة الموضة الفرنسية شامبر سانديكال دو لا كوتور باريزيان، وقرر يرجع على بيروت لأطلاق أول مجموعة خاصة فيه ولا افتتاح دار توني ورد للأزياء. ما بتخيل في بي بالدنيا بيتصرف مع ابنه يعني مثل ما بي تصرف معي وقت جيت على لبنان. أنا حسيت إنه استقباله إلي كان يعني شو بدك أنا حدك،
لدرجة أنه كان مستعد أنه يشيل اسمه عن محله إلي ورد اللي له كان وقتها 45 سنة بالسوق ويحط اسمي. أنه شفت في هوميليتي، يعني خفت أنه أنا عم بحمل مسؤولية كتير كبيرة. وقت كنا عم نشتغل بالإكيبات معه يخلق ستريس للناس اللي حواليه، لأنه يمكن هو بنص نهار قادر يوقف جاكيت اللي غيره بده 5-6 أيام شغل فيها بسرعة، بنظافة، بتركيز، بلزة بالشغل، يعني مثل إيده عم ترقص هو عم بيشتغل القطعة. إني شخص بحب شغله كتير، وكان كل حياته بالشغل بين عائلته وشغله. إني قبل الحرب كان عنده موظفين كتير يساعدوه بالشغل، بس وقت علقت الحرب خاف يحمل مسؤولية الموظفين يروحوا ويجوا، صفى عم يشتغل لوحده. ساعتها انجبرت انزل معه، مع أني أنا حدا ما بحب الخياطة وشغل الإبرة وهالإشياء، بس حسيت حالي مجبورة أساعده. وصفينا على طول بالشغل بيني وبينه، وما نهار وقف. أنا إلي 11 سنة بشتغل مع إلي ورد وطوني ورد، علاقة خاصة لأنه كنت أشتغل معه شخصياً لإلي ورد ببداياتي. هو حدا مدرسة، وكان إلي الشرف أنه تلمذت تحت إيده، تعلمت منه الجاكيت، تعلمت منه الإبرة، كتير تفاصيل ما حدا عنده إياها. إلي 23 سنة عند مسيو إلي ورد، وكفيت بعدين مع مسيو طوني. مسيو إلي ورد ما في منه، ما إجا مثله ولا بيجي مثله. متطلب لأنه الشغل بده طلب، كان بيهمه الشغل كتير، وصادق كان مع الناس والكل يحبه ونحبه. هون عم نشوف الفينتج، الفساتين والتايرات والمعطويات اللي كان يشتغلون الوالد. بعدني بذكر أول ما بلشت سنين بلشت فيها، كانت تجيني زباين الأم أما الست عاملي عند البابا جاكيت ولبست لي الجاكيت بعد 25 سنة. بعدنا لهلأ تجيني أعراس بتقلي أنا ستي عاملي فستان عرسة عند بيك، وهذا شيء بيأثر كتير. ما في كتير دور أزياء بلبنان من 70 سنة لهلأ عم بيلبسوا أزياء. كنا 20 ديزاينر من لبنان و20 ديزاينر من باريس، نقونا بعدنا طالعين فريش، وعملنا أول عرض بساحة الشهداء. كان إفيه كتير كبير لإلي و8 طلات. من بعد نجاحه الأول كمل توني ورد مسيرته، وبال2004 قدم أول عرض خاص فيه بالعاصمة الإيطالية روما، وكان فعلاً إنجاز كتير كبير لدار توني ورد. من بعد انطلاقتنا ببيروت عملت كم ايفنت بالخليج، وحسيت في ردة فعل كتير حلوة، بس كمان بنفس الوقت حسيت انه لازم اعمل فشخة اكتر صوب العالمية، يكون مور انترناشنال. سو مع أن مرتي اللي هي شريكتي بكل هالمشروع اللي بلشت فيه، قعدنا نفكر باريس اما روما كان بعدها بلاتفورم كتير مهمة. وأنا بما أني كمان لبناني وتلياني، حسيت أنه لا، لازم أتوجه لروما كأول فشخة. وروما كانت أول إيفن ما بعمله برات لبنان، برات الخليج. كان شيء كتير حلو لأنه رد الفعل كان كتير حلو، الوجود رائع، الأوردرز اللي إجت وراها كان كتير حلوة. روما كانت كتير مهمة لبدايتي. تعرفت على ناس كتير لذيذة، على صحافة أخذتني لغير عالم، صار في انترست من ناحية الريد كاربت، أخذنا على أمريكا، أخذنا على ميامي، على نيويورك، على لوس أنجلوس.
بال2005 حاز دار توني ورد للأزياء على جائزة الإبرة الذهبية لاغودورو بعاصمة الموضة الإيطالية. It's July 6, 11:30 a.m. Paris time. How did it get there? It was running really fast in all directions. Paris, New York, Milan, Los Angeles, Sao Paulo, Beirut. وهيك وصل الدار للعالمية. ومن السجادة الحمراء والمشاهير صارت أصداء تصاميمه تتواتر بالعائلات الملكية وتلفت أنظار النساء حول العالم. حتى الكثير مهمة هي بال2006 لحظة اللي صار في مشاكل بلبنان وصارت الحرب علقة الحرب ونحن انزربنا بإيطاليا والتيم معي كان وقررنا نحمل حالنا ونروح على روسيا. كان قرار كثير حلو بحياتي لأنه أنا قضيت إذا بدي 15 سنة من حياتي بروسيا، بطلع تقريبا بالشهر مرتين. كنت أول ديزاينر من أوروبا ومن لبنان بيفتح شوروم هناك وأول محل وتاني محل. كان عالم جديد وعالم بحب كتير الموضة. كنا عم نجمع بين روسيا صرنا أمريكا بهالوقت كان فتح الصين لقلنا ولبنان والخليج كان شيء كتير مهم. بال2008 أطلق توني ورد مجموعة الملابس الجاهزة ready to wear للنساء العمليات يلي نهارن ببلش بالمكتب وبيخلص بحفلة عشاء. وبال2011 أطلق مجموعة فساتين الأعراس يلي صارت جزء من حكاية كل صبية عم تستعد لدخول القفص الذهبي. نقطة التحول كانت بال2014 وهي السنة يلي أطلق فيها توني ورد أول عرض أزياء له بإطار أسبوع الموضة بباريس. كتير مهم أنه التطور كيف عم بيصير بحياتنا كدار أزياء توني ورد. هون قررت أنه بلش بالفاشن ويك بباريس وكانت فشحة كمان كتير كتير مهمة لإلي لأنه رجعت إذا بدك على رجعت على بيتي، رجعت على الثقافة اللي نحن ربينا فيها. كان بداية قوية ومن وقتها نحن بباريس. Forward magazine is the annual magazine for Toni Ward. It was born from a desire of clients, friends of the brand, to know more about the creative process, the behind the scenes, all what's inside the Toni Ward brand. And Forward, the name, it's a play on words between Ward and forward, from forward thinking, paying it forward, looking forward, fashion forward. All those beautiful expressions that keep us, the brand, the team, moving forward. To accompany the evolution of the brand, we were looking at the existing logo, which was a silhouette, a very beautiful silhouette, but we felt like it was not anymore representing the house as it was today. So we decided to create a new logo. We felt like it's something that could accompany the brand, reflect our identity, and stay with us for the future. بال2018 افتتح دار توني ورد صالة عرض بباريس بشارع فوبور سان تونوري. وقت أخذوني شوف سبيس بعيد 10 متر عن أول مطرح فتح بلشت فيه بباريس واللي هو حد لانفان حد إرماس بالفوبور سان تونوري. حسيت انه هيدا انه it was meant to be. وفتحنا شوروم هونيك، كان افتتاح الشوروم تبع باريس كتير مهم لانه صار يستقطب عالم عم تجي من المكسيك، من البرازيل، من روسيا. بطلنا نحن نتوجه صوب الزبون، صار الزبون يجي صوبنا. وجودنا بباريس اللي هي عاصمة الموضة كان كتير مهم، فتح لنا باب، صار عنده international window، صار عنا exposure أكبر. هالشي كتير ساعدنا لأنه بنعرف كتير منيح أنه باريس هي من المحلات اللي مقصودة من كل الـ VIP clients، بيجوا to shop big names, big brands. فكان وجودنا هونيك وبمحل من أهم الشوارع تبع التسوق بباريس شي كتير مهم لألنا. هلا هن بيسموني مهندس التفاصيل، انا زلمه بحب الديتيل، بحب فوت بكل شغله فيها، بحب الار مودرن والار ديفيرون، بحب
فوت بالجوتيك واجمعهم بطريقة كتير لينير، الروماتيك ينخلط مع الارشيتكتورال. هذا الشيء بيخليني أقدر أطلع بتفكير برات اللي عادة بفكر فيه مصمم اللي بحب الأشياء كتير رومانتيك. هالشيء بيسمح لي أني شوف الفستان بطريقة مختلفة وعمل له كونستراكشن بطريقة مختلفة. خطوط المباني المستقيمة انعكست بقصات فساتينه، والأشكال الهندسية هي الأساس بنقاشات تصاميمه. أما مجموعات توني ورد فهي عبارة عن مزيج بين فن الابتكار المعاصر وبراعة القصات يلي بتميز كل قطعة من تصميمه. حسيت أنه لا، أنا عبالي فوت مغامرة جديدة. سو بلشنا بمشروع الهيدكوارتر تبعي ببيروت، اشتريت الأرض، عملنا كونكور مع كذا أرشيتكت. أقل التفاصيل اللي انعملت بالهيدكوارتر عندي كنت فيها. C'était un long chemin. Le choix de l'architecte et les choix de tous les mètres carrés pratiquement devaient être en conformité avec l'image que Tony voulait de son travail qui était de plus en plus international. Donc élégance, pureté, minimalisme et une idée dès qu'on rentre de raffinement mais grandiosité discrète. منلاحظ أن التفاصيل الهندسية الداخلة بتصاميم توني ورد موجودة كمان بمبنى الدار والأتوليه ببيروت، هالمبنى يلي بيعكس صورة توني ورد وأفكاره بجمالها وعصريتها. وهيك انطرح استراتيجيتين لتصميم المبنى. الأولى كانت أنه أو بنقلد تصاميم الديزاينر وبنطرز المبنى بتفاصيل معمارية غير أليفة ومبتذلة، وهيك بنكون عم نحارب الكوليكسيون أو عم نحارب البرودكت يلي معروض، او منتصرف بشكل متواضع اكثر ومننخفي معماريا، وهيك بتكون الهندسه تبعنا تبع المبنى الفوندو سان للكوليكسيون يلي هي عم تتغير عبر كل السنه. وهيك حمل توني ورد رايه الي ورد واخذها معه على باريس، وصار كل سنه على الموعد باسبوع الموضه مع سبع مجموعات بتضم كوتور، ملابس جاهزه وفساتين اعراس. ومن خلال شغفه بالهندسة المعاصرة يلي بيستمد منها إلهامه، تمكن مهندس التفاصيل من تحصين القلعة يلي تعمرت على إيدين بيو. الكوميرشال استراتيجي اللي كنا ماشيين فيها انقطعت بفترة معينة بسبب البانداميك، واضطرينا نعمل سويتش على استراتيجية تانية تكون سريعة لأنه العالم ان جنرال أخذ ديريكسيون جديدة، وهون شفنا حالنا مضطرين نكون عم نتجه صوب الأونلاين اللي هو بالأيام العادية كان شيء كتير صعب لإلنا، لأنه البرودوي تبعنا منه برودوي من السهل كان إنه ينباع أونلاين كبرايس بوينت كديتيلز في هالأشياء الكوتور اللي عم نشتغلها مع الكلاينتس. قدرنا نقدم ليفل عالي من الكلاينت سيرفيس، من الفاسيليتيز، يعني حولنا هالاكسبيرينس يلي كانت فيزيكال والعالم عود عليها لشيء فيرتشوال، وبالعكس مبسوطين فيه. يعني جربنا ننقل لهم الاكسبيرينس تبعنا كتوني وورد كوتور لعندهم على البيت، وبنفس الوقت نعيشهم نفس الشيء اللي كانوا يعيشوه لو هن كانوا رح يجوا لعنا. كوفيد 2019 تورنير كتير غريبة. طلعت الفكرة مع الأكيب عندي أنه نجرب نعمل شيء. خدنا موافقة من وزارة الصحة وحولنا طابق من طوابقنا لأتوليه يعمل شراشف لمستشفى الحريري. تحول الأتوليه لخلية نمل عم تشتغل. حطينا إمكانياتنا ومادياتنا والإنرجي تبع موظفيتنا بهالشغلة. الإنجازات أكيد كانوا كتار، بس كمان تحديات كانت أكبر. بعد سنتين من انتشار وباء كورونا قدر دار توني ورد يتخطى هالأزمة ويكمل، ولكن انفجار 4 آب يلي دمر مرفق بيروت وقضى على معظم أنحاء العاصمة تسبب بوجع كبير، بحيث تدمر دار توني ورد ومقره الرئيسي بالكامل. آب 2020 كان مفرق كتير طاف علينا، كانت كارثة على البلد وكارثة علينا كتير قاسية. كان في شي 65 شخص موجود بالمبنى. شفت
مكتبة على الطريق، شفت مرايات الفيتينج على الطريق، شفت منكنات وفساتين، شفت ناس طالعة من البناية من عندي كلها دم، وكانت لقلنا مثل عجوبة، يعني عجوبة لدرجة أنه ما صدقت الفاجعة قدي كانت كبيرة، الأذى قدي كان كبير، وقدي ربنا حمينا بهالشغلة. كان لحظة كتير مهمة بحياتي، وتصور غيرت كتير أشياء. كتر قوت كانت كتير صعبة على العالم كله، بشكل خاص كان على توني أكيد، وهيدا وكله بعده مكمل. وبعد 25 سنة توني شغل، أكيد أنا فخورة فيه، أنا فخورة بكل شيء عمله، وبعده مكمل وإن شاء الله بيضل مكمل. تحدي، هيدا تحدي، تحدي مع وضعنا، تحدي مع البلد، فلا ونحن مكملين وأنا حده. Je vois aussi une continuation en expansion, mais qui en même temps garde les valeurs qui ont toujours accompagné cette société dans la personne de Tony, comme le respect des employés et la personne humaine, au-delà de la réussite et du succès. هي الأم، الزوجة، البنت، الزبونة، الامرأة المتفانية، الصديقة، الرفيقة والملهمة. وبعد أكثر من 20 سنة عمل وإنجازات، بيفتخر توني ورد بظهور أغنى وأرقى نساء العالم بتصاميمه وبإكماله لمسيرة والده يلي ابتدت من 70 سنة. اليوم اسم توني ورد منتشر بأكثر من 50 محل راقي وبمحلات الماركات العالمية الخاصة حول العالم. هذا الارث منه ارث صغير، يعني تكوني ابن شخص له 70 سنة بالمهنه، اذا بدك سلمني امانه كثير مهمه، صار لي 25 سنه بشتغل عليها، كل يوم في مفاجاه، كل يوم في شيء جديد، كل يوم في تورنان جديد. انا كثير محمس اعرف شو مخبي لي بكره، وان شاء الله اكون دائما على قد الحمل، وبي يضل شايف حاله فيه.